نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لضيوفك الكرام وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتي لكابتن علي مهوب وكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن بلال وكابتن اسامه حسني. مبروك نادي الزمالك وهارد لك للنادي الاهلي. كابتن ايمن، النهارده الحكم البولندي، عايزين نقف كتير جدا جدا على هذا الحكم بامانه، اللي قدم نموذج رائع جدا جدا كابتن عادل للتحكيم، مدرسه تحكيميه متكامله. كلما لما بنشوف حكم بلال في مباراه كل العناصر اللي عنده موجوده. احيانا بنشوف حكم عنده البدني كويس، الفن قليل، الشخصيه موجوده، القرارات التحكيميه فيها مشاكل. لما النهارده كابتن بلال، النهارده الحكم البولندي اللي هو طبعا كان في كاس عالم 2018 والنهارده رايح 2022 قطر، قدم مباراه نموذجيه جدا جدا. صعب انك انت تدي الحكم العلامه الكامله، انا النهارده بديله العلامه الكامله في المباراه. في ايه؟ وانا هتكلم الكلام اللي هو المفروض ان اي حكم النهارده يسمع الكلام ده يستفيد منه. لما نيجي لي ستايل الحكم كابتن عادل، ستايل الحكم، ستايله يعني انا استاذ انا ما اقدرش ادخل فيه وما اقدرش اديله للحكم. انك انت ازاي تعمل ستايل وجسم كويس مقنع حتى للاعبين، الشكل العام والمظهر العام مهم جدا جدا في التحكيم. دي نمره واحد. نمرة اتنين، لما نيجي نتكلم عن الشخصية التحكيمية، لما حكم يدي بطاقة صفراء في مباراة كبيرة زي دي كابتن بلال كابتن عادل في الدقيقة اتنين، ما عندوش حسابات لأي حاجة كابتن علاء، في مدرسة تانية ممكن يعمل إيه؟ يأخر الإنذارات الشوط الأول ويبتدي الشوط التاني يبتدي بالإنذارات. فهو ما كانش عنده حسابات في الحتة ديت. كل بطاقة طلعت كابتن أسامة خاصة بالتهور بتعطيل اللعب طلعت في مكانها، كان معياره التحكيم ماشي على الكل بدون حسابات. تعال نروح لنقطة مهمة جدا جدا يا عادل، وهي اللياقة البدنية. شوف الحكم بيتحرك ازاي في الملعب يا جماعة. النهارده الحكم ادى درس ازاي بيتحرك، ازاي بيقرا طرق لعب الفريقين بلال، ازاي بيتحرك في المساحة الفاضية، ما بيخشش في محيط اللعب. لأن النهارده هو أنا بقول النهارده العلامة الكاملة للحكم البولندي، ويمكن الحالات التحكيمية موجودة. النقطة الأخيرة اللي أنا هتكلم فيها الوقت بدل الضايع. النهارده هو راح ادى 7 دقايق بالظبط في الشوط الثاني. خلي بالك 7 دقايق دولت توقف فيه اللعب كان للاصابه في بعض الاوقات، اضاف كمان دقيقتين، يعني اللعب اللي توقف اثناء ال7 دقايق اضاف كمان دقيقتين. كل التفاصيل الصغيره كانت موجوده النهارده، كان دقيق جدا في كل شيء. كابتن اسامه النهارده قدم مباراه بصراحه نموذجيه، يمكن اول مره يجي مصر، لكن قدم مباراه ومردوده كان كويس جدا جدا. هنشوف الحالات التحكيميه كابتن علاء ونشوف تقديره وقربه للحدث وقراءته للعب. الحاله الاولى وهنا هقف. كابتن بص، سؤال، انا في دقيقه اتنين، انت شوف ايده راحت على جيبه، شوف هنا كابتن الدخول، طبعا هنا الدخول بتهور من امام، من لاعب زمالك، تمام. هنا على طول بص، شوف ايده فين، ايده فين، خلاص ما حسبش حسابات يا كابتن اسامه ولا قال لك لسه الدقيقه اتنين. لا لا لا، ده الكلام اللي احنا عايزين نشوفه عندنا في مصر، ده الكلام اللي احنا عايزين نشوفه هنا من حكامنا في مصر. ده درس في الشخصيه التحكيميه. البطاقه الصفراء بتطلع في وقتها، هنا الدخول بتهور من لاعب نادي الزمالك، وبالتالي هنا البطاقه الصفراء كانت موجوده والقرار كان قرار صحيح. الحاله الثانيه، نقف الدقيقه 7. في الدقيقة كام يا كابتن عادل؟ 7. خلي بالك، شوف المعيار احتساب المخالفات والبطاقات. نشوف الحالة هنا، الحكم قريب وهنا راح على طول وادى وشاور، والبطاقة الصفراء الثانية لفتوح. شوف هنا الرجل سحبت، ما نزلتش يا كابتن، فيه بص سحبت على القدم ونزلت على الحذاء، وبالتالي هنا أقصى درجات التهور وهنمشي معاه في هذه الحالة. نزلت على الحذاء اللي هو أعتقد معه. هنا بينه وبين الحدث، شوف يا كابتن فين البطاقة؟ أيمن أشرف، تعطيل هجوم، لم يتردد، ماشي بميزان ومعيار واحد على الكل. هنا تعطيل هجوم وإنذار لأيمن أشرف، إنذار كان إنذار. صحيح. تمركز بتاعه في كل حاجة. تمركز، برافو يا علاء. بص أنت قلت إيه؟ احنا كده بنقول ايه لحكامنا؟ يا جماعه الراجل هنا قدم مدرسه تحكيميه، يبقى انا استفيد يعني منه زي ما انت قلت يا كابتن علاء، التمركز، التواجد، مش شرط ان انا اكون قريب، الشرط ان انا اكون موجود وعندي الحدث واضح عشان اقدر اخد القرار فيه. هنا انذار صحيح لايمن اشرف. انا بس عندي هنا، عندي المساعد رقم 2 هنا، هو اشار بان الكره
عبرت خط المرمى. شوف كده علاء هنا لم تخرج بكامل، بص لسه ما زالت الجزء منها على الخط، وده بيقول برضك لحكامنا دي حاله بنقول ان هنا كان يجب على المساعد الثاني يخلي اللعبه تواصل واستمر، لان هنا ما فيش الكره لم تعبر خط المرمى، وبالتالي دي يمكن الحاله الوحيده اللي انا باخدها على الحكم مساعد، على الرغم ان تمركزه كان تمركز ممتاز، كان واقف على خط المرمى. نيجي هنا كابتن للحاله اللي جايه والمطالبة بمخالفة لمس الكرة بإيد من لاعب الزمالك، ولا يتأثر بأي شيء وخد القرار مفيش مشكلة خالص. هنا ونشوف هنا أيمن أشرف ساعة الكرة ما جت كابتن علاء كابتن أسامة، وده احنا بنحاسب اللاعب على الكرة جت إمتى وفين. هنا شوف الإيد مضمومة، الإيد خلاص طالما دخلت الجنب ما خرجتش، ما عملش تحيز للجسم كابتن عادل. ساعة الكرة ما جت، سيبك من هي كانت مفتوحة الأول كابتن قبلها، ساعة ما جت الإيد كانت فين؟ وهنا القرار الفار ما خدش كابتن هنا حاجه، يعني ما خدش بسرعه 30 ثانيه خلاص، عمل شيك معاه وقال له لا استمر اللعب، وده كان قرار من القرارات المهمه داخل الصندوق في مباراه النهارده. الحاله اللي بعد كده نشوف هنا الهدف، وشوف الدقه بقى في هدف حسام حسن، هل في تسلل؟ هنقف ماشي ستوب، لا عاوز بس لحظه اللمس من لاعب النادي الاهلي بس. هنا كابتن هنا نمشي شويه فريم صغير، ايوه لا نرجع تاني بس حاجه بسيطه تمام. هنا الحاله طبعا حسام حسن في موقف سليم وهدف هدف سليم، وهنا برضه حتى الفار لما شيك ما فيش على طول، يعني مسافه ما الكره اتحطت على منتصف الدايره استأنف اللعب، ما خدتش كمان وقت، يمكن دي كانت اخر حاله. الحاجه الثانيه الجميله حتى كابتن ايمن دي كانت اخر حاجه معانا، طبعا هدف هدف سليم مفيش مشكله. الوقت زي ما قلت 7 دقائق، خلي بالك عشان تلعب 7 دقايق ممكن حكم يحسبهم وخلاص، لا 7 دقايق كان الوقت توقف لعلاج بعض اللاعبين يا كابتن، وبالتالي اضاف دقيقتين، يعني هنا بنتكلم على دقه الحكم كمان في احتساب الوقت بدل ضعف. باختصار هذا الحكم قدم نموذج راقي جدا جدا للتحكيم. انا النهارده كحكم، انا النهارده لو انا حكم النهارده مصري لازم اخد حاجه منه كابتن اسامه، لازم اخد حاجه منه النهارده، سواء الشخصيه سواء التحرك القراءه سواء تقدير الاخطاء، ما عندوش حسابات اطلاقا النهارده يحسب هنا او يحسب هنا، كل الامور ادى هنا 4 بطاقات صفراء وادى هنا 4 صفراء، الـ8 بطاقات يا كابتن ايمن الـ8 في محلهم، اعتقد النهارده انا بقول العلامه كامله كمان، يعني نتمنى النهارده من هذا الحكم من افضل الحكام، ودي وجهه نظري اللي جم كابتن ايمن على مدار هذا الموسم والموسم اللي قبليه الحكم البولندي. بتمنى طبعا التوفيق للحكام المصريين النهارده، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت النهارده يعيدوا المباراه ويشوفوا الاداره التحكيميه والشخصيه التحكيميه في هذه المباراه، ونتمنى طبعا التوفيق في النهايه النادي الاهلي، لسه الدوري موجود وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يوفق في دوري الكاس ان شاء الله، ولسه الدنيا يعني جايه، ونتمنى طبعا اللعيبه التوفيق باذن الله في اللي جاي ان شاء الله، كل المنظومه تكون بخير ان شاء الله. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم كابتن ناصر، شرفتنا. شكرا كابتن ايمن، شكرا. انتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه نهائي كاس مصر والتي انتهت بخساره النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد. الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، الفتره اللي جايه اللعيبه مع الجهاز الفني قادره ان شاء الله انها تخرج من الكبوه دي سريعا جدا جدا جدا. مازال في دوري في الملعب، مازال في كاس مصر 2022، ان شاء الله اللعيبه دي قادره باذن الله رب العالمين بدعم الجماهير جماهير النادي الاهلي العظيمه انها تجيب البطولتين دول ان شاء الله، تخرج من اللي هي فيه بمشيئه الله بسرعه جدا. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن علاء مهيوب شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا كابتن اسامه حسني، شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا كابتن ايمن، و يعني ده بيحصل في كره القدم ان الكيرف بعد ما بتاخد كل حاجه بتنزل، لكن لسه انت الموسم متبقي فيه دوري وكاس وما زالت الامور في ايد اللعيبه، ما زالت الامور في ايد اللعيبه، ما زالت الامور في ايد اللعيبه. النادي الاهلي ما بيخسرش، اللعيب هو اللي بيخسر لما بيمشي من النادي الاهلي، بيحس بالتيشيرت اللي كان بيلعب بيه، علشان كده لسه ما زالت الفرصه موجوده عند اللعيبه انها في بطوله الدوري وبطوله الكاس ترجع هيبتها وكرامتها هي. النادي الاهلي عنده بطولات كبيره، الكرة في ملعب اللعيبة. صحيح.
كابتن الله الرحمن، شكرا كابتن، شرفت. اشكرك كابتن، ونتكاتف كله يتكاتف نعدل الفتره الصعبه دي، علشان عندك دوري وعندك كاس وان شاء الله تاخدهم وترجع الامور دي، وبعدين لكل مقال حديث زي ما بيقول، يبقى عندك وقت للتعديل والتظبيط ان شاء الله. كابتن الحمد لله، شكرا كابتن، شرفتنا. العفو كابتن ايمن، يعني كلمتي بس ان خلاص يعني انت مباراه عدت، بطوله خلصت، البطولات لم تنتهي ولن تنتهي، عندك بطوله دوري عام ان شاء الله تقدر تحقق باذن الله تعالى، تصالح نفسك زي ما قال اسامه كده انت كلاعب، وتصالح جمهور النادي الاهلي، تمام، وتبقى ان شاء الله خطوه اللي جاي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه حياه.